بحضور جموع من المؤمنين، أقامت رعية كنيسة العذراء الناصرية في الصوفية احتفالاً بعيد تقدمة الطفل إلى الهيكل، وذلك بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي، مطران اللاتيني في الأردن، بمعاونة الأب أنطوني هرمات والشماس هاي العلمات. تذكرنا بأن يسوع هو نور العالم، نور الأمم. وبين المطران الشوملي في عظة القداس معاني عيد التقدمة قائلا: علينا أن نشكر الرب دائما على ما أعطانا، إذ هو البادئ وهو الذي يعطي، ونحن نقدم بما وهبنا إياه. نقدم للرب ما هو له، ما سبق وأعطانا نقول له شكرا، ما أعطيتني هو لك. هذا يذكرنا بما تقوله الليتورجية: مما هو لك نقرب لك ما هو لك. الله هو دائما البادئ، هو الذي يعطي، ونحن نقدم له مما وهبنا إياه. إيش أجمل شيء ربنا أعطاه للعائلة؟ بدون تأكيد هبة الأولاد، لأننا عندما يلد طفل نفرح كثيراً، لأننا نعتبر ولادة الطفل حدثاً مهماً وهبة عظيمة من الله. وفي الختام تقدم راعي الكنيسة الأب هرمات بجزيل الشكر لكل من شارك في هذا الاحتفال من أبناء الرعية والأطفال الذين قاموا بالخدمة أثناء القداس وقراءة الطلبات. ما ننسى بلغتنا العربية لما واحد يجي له طفل أو واحدة يجيها طفل، بلغتنا إحنا الفلاحين منقول الله أطعمه، صح؟ الله أطعمك. فإذا قبل ما يكون هذا ابنك أو ابنك، هو ابن الله. فأدوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. بنحيي الجميع، وكف حامي لجميع أطفالنا، والعذراء تحميهم جميعا. يا رب باسم جميع الآباء والأمهات في هذه الرعية نقدم لك أطفالنا، ونحن نشكرك على نعمة الأبوة التي منحتنا إياها. بارك هؤلاء الأطفال، أعطهم الصحة والقوة والبركة، وكن معهم في درب حياتهم، وساعدنا أن نكون آباء وأمهات قديسين، نعطي المثل الصالح بحياتنا لأطفالنا. آمين. إلى أحلى بابا وأحلى ماما في الدنيا، أنتو أجمل ما عندي في الدنيا، أنتو أحسن ما أعطاني يسوع في الدنيا، أنتو كل إشي إلي في الدنيا، أنتو جبتوني لهاي الدنيا، طعميتوني ولبستوني وعلمتوني، وبتسهروا ليل نهار علي لأنكم بتحبوني. واليوم باسمي باسم كل الأطفال بدي أحكي لكم شكراً، برجوك إنكم ما تحرمونا من يسوع ولا من بيت يسوع، إحنا وإنتو بحاجة ليسوع وبركة يسوع. ويا يسوع برجوك إنك تسامح البابا والماما عن كل مرة ما جابونا لبيتك، ومنوعدك باسم البابا والماما إنه دائما نيجي لبيتك، لأنه إحنا بنحبك كتير، ومنعرف إنه أنت بتحبنا كتير.